أسيرتنا الذنوب. أنا محبوسين في حبس، أنا محبوسين في سجن، هذاك السجن هو المعاصي، فالمعاصي حالت بيننا وبين ربنا، فحرمنا ماذا؟ حرمنا اللذة، حرمنا القيام، وحرمنا لذة القيام. في الثلث الأخير، في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة، وعلى ما نعتقده وندين الله به من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد صح بذلك الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن ربه: ينزل ربنا في كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل، هذا موعد، فلا تتخلف ولا تضيع الفرصة ولا تكن فيها من الغائبين بينك وبين الله. فإذا كان آخر ثلث الليل نزل، وقد قلت على معتقد أهل السنة والجماعة نزل نزولا يليق به، ولا نقول كما يقول أهل الكلام أنه ينزل رحمته وخيره وفضله وأمره وبركته، هذا كله تأويل، لكن الحق أنه ينزل سبحانه. وفي هذا النزول يقول جل وعلا: هل من مستغفر أغفر له في ذلك الحين، هل من مستغفر يطلب المغفرة، هل من مستغفر أغفر له، فيه تائب أتوب عليه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هل من تائب أتوب عليه، هل من سائل من داع أجيبه، وذلك في كل ليلة. تعرف علاش حنا ما نديروش هذا الأمر؟ حنا محبوسين، أنا مربوطين. مش مربوطين يا شيخ، ما كاش قيود، خيط ولا سلاسل ولا أغلال ربطتنا المعاصي فحرمتنا هذا الخير. ولهذا احفظ، ما ثماش حاجة، ما كاش حاجة تحول بينك وبين الله كالمعصية، لأنك كلما أطعت تقربت، وإذا عصيت ابتعدت. والذنوب تورث أشياء كثيرة، منها ماذا؟ حرمان التوفيق إلى العبادة. ولكن الموفقون الطائعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نقول لكم وأبدأ بنفسي: هذه تكاد تكون عبادة مهجورة، مهجورة. والذين كانوا قبلنا كان أحدهم إذا حضرته الوفاة يبكي، فيقال له: لما هذا البكاء؟ يقولون: بالموت أنا الآن خلاص كي نموت تذكرت شيء. ما هو هذا الشيء؟ المناجات، حلقات الذكر، السعي والذهاب إلى المساجد، قيام الليل، قراءة القرآن، الاستغفار والأذكار. الناس كانوا يبكون على هذه الأمور، لما حضرتهم الوفاة تذكروا هذه المسائل. وإن هذا مما يزيد في حسناتك يوم القيامة، فالعبد يحاسب عن الفريضة، هذا معلوم، لأنه لا تبرأ ذمتك إلا بها. فإذا كان في الفريضة نقصان، ما الذي يجبره؟ ما الذي يتممه ويكمله؟ قال الله تعالى للملائكة: انظروا في نفله هل له من نوافل، فتضم النوافل إلى الفرائض. عباك البارح كان عندك 15 سنة، واليوم الله يبارك عندك 60 سنة،
وهذا العمر هذا هذا العمر تقول أنت 80 تقول فلان عشت 85 قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين آية للقرآن قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين كم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين أين هي أيامك أوقاتك ساعاتك قال لنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن الليل والنهار يعملان فيك أنت الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما كاين ملك في اليوم والليلة ملكان وصحيفة وصحيفة وهذا صاعد وهذا نازل فإذا قمت بين يدي الله جمعت تلك الصحف وفي كتاب وتدعى بمفردك لقراءة كتابك سبحان الله العلي العظيم يقول مولانا من سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه في رقبته ألزمناه طائره في عنق الطائر والعمل في عنقه في عنقه لا يفارقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أين هي الأيام الخوالي أين هي أيام الصغر أيام الشباب والآن الإنسان كبر قل البصر وشاب الشعر وانحنى الظهر وقرب الرحيل إلى الله عز وجل بادر بادر لا تتأخر لو كان واحد لو كان واحد قل له وش راك عبد الرحمن يقول له لاباس قل عبد الرحمن غدوة عندك موعد ماشي مع رئيس الجمهورية خوش كان يقول له مع رئيس الجمهورية ما يرقدش من العشاء حتى للصبح وهو يفكر وش يلبس وش يهدر ومع من يروح والموعد والسيارة ببات هايل وهذا غير مع رئيس الجمهورية ولا يضيع الموعد هذا وقد انتظره بشغف احنا ما نقولوش الرئيس الرئيس هذه أعظم مرتبة في الدولة أنت عندك غدوة موعد مع وزير تدبر أحوال هذا الموعد ولا تضيعه وتحرص عليه حرصا شديدا وإحنا رب العالمين يدعون في اليوم والليل إلى 5 مواعيد وبالليل مواعيد النهار والمساء والعشاء الذي يدعون هو المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وبالليل من يدعون في الليل ما كاش مؤذن في الليل ربك يقول هل من تائب أتوب عليه هل من سائل أعطيه هل من مستغفر أغفر له وتع الصلوات هذه أمام الناس نأتي إلى المسجد أمام الناس لكن الليل بينك وبين رب الناس يا نائم الليل وش قال الشعر قال يا نائم الليل قم فاعبد الحي الذي لا ينام
مولاك يدعوك لعبادته وأنت مشغول بطيب المنام، المعاصي، السيئات، الموبقات، أعراض الناس، الكذب، الزور، البهتان، الغيبة، النميمة، سوء الظن، التجسس، التطفيف في المكيال، أكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يعينك على قيام الليل أبداً معاذ الله، ولا يعينك على استحضار الخشوع أبداً معاذ الله. هذه حوائل بينك وبين الله، المعاصي والذنوب هذه آثارها. بعض السلف كان يقول: كنت أعرف أثر معصيتي، يعني كي ندير معصية كنت نشوف الخلاص تاعها، كنت أعرف أثر معصيتي في تعثر دابتي، الدابة تتعثر وأنا أسير، لما تتعثرش نقول قل هذه معصية ارتكبتها أو الجزاء تاعها. وإحنا كثير من الأمور لا نوفق إليها. أكشوف مثل المصحف، المصحف شو الإنسان يمر ليل ونهار في داره في الجامع كذا، ما يقدرش يهز المصحف ويقرأه. لماذا؟ والمحروم من حرمه الله، وما توفيقي إلا بالله. إذا وفقت فمن الله، والمحروم حرمه الله بماذا؟ الرزق، الرزق يكون جاي ليه، الرزق يكون جاي، يحرمك ربي ذلك الرزق بسبب معصيته. المعاصي تحرم الأرزاق، ويحرم ربي يحرمنا التوفيق بالمعاصي، وربي لا يبارك في أوقاتنا بالمعاصي. وما تسجلش الذرية والأهل بالمعاصي. فانظر ما غرك بربك الكريم، أنت لا شيء. هل تدري أنك كنت في العدم؟ شكون كان يسمع بك أنت يا رحم والديك؟ هاي جاوبني الله يفتح عليك، شكون كان يسمع بك؟ يا أخي نقرأ القرآن، هيا يا أصحاب القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت لا شيء، شكون كان يسمع بك؟ فأوجدك، لم يكن شيئا مذكورا. وفي آية قال: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أنت لا شيء. واحد كلمة قلتها في واحد حلقة، ربي جل جلاله، ربي ما خلقك لنفسك، احفظوا هذه الكلمة، ربي ما خلقكش لنفسك. تعرف من خلقك؟ خلقك لنفسه أن تعبده ولا تشرك به شيئا. وفي القرآن يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا أوجدك وقد كنت في العدم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ خلقك، رزقك، سواك، تكرم عليك، أنعم، أعطاك، حباك، فضلك سبحانه على كثير ممن خلق تفضيلا، وأمرك بعبادته سبحانه. واحتاج الأيام هذه من صغر ومن شباب ومن كهولة ومن شيخوخة، عمرك فيما أبيته، فيما قضيته هذا العمر، الجسم فيما أبليته، والعمر فيما أفنيته.
فنسأل عن أعمارنا. بالمناسبة هذا السؤال ما يسلك منه حتى واحد، العمر فيما أفنيت، والجسم فيما أبليت، والمال من أين أتيت به وفيما أنفقت. هذا السؤال كل واحد راه جالس هنا ولا ما هو جالس هنا يسأل هذه عن هذه الأربعة. أباك اللي يسألك هو ربي، السؤال من الله سبحانه لا إله إلا هو. فأعد لي السؤال جوابا وبالسلامة، الصواب للجواب، الجواب ينبغي أن يكون صوابا، فتسلم. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. هيا نعود والعود أحمد. الآية التي في سورة المائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قائم الليل للكامل للكامل، يعني في قيامه، مش من بعد العشاء إلى الصبح، كان يقوم وسط الليل، وكان يقوم آخر الليل، وكان يقوم أول الليل على حساب الليالي عليه الصلاة والسلام. لكن يقوم الليل كل هذا ما فيه، ولذا قالت عائشة ما زاد رسول الله عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وأفضله آخره، أفضل القيام آخره. النبي 8 ركعات يقرأ في كل ركعتين بعد الفاتحة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. احنا الدعوة خليناها دعوة الخلق، الناس في حاجة إليك الآن. ترى رجل متدين، رجل من أهل الاستقامة، ترى رجل تاع قرآن وسنة. تركنا هذه الدعوة، نشوف الناس الآن بأبصار لا يصلون. الآن احنا مشغولين بأمور أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها، عادت علينا بأمور اشتغلوا بالدعوة. ذكر غيرك في جنب الله، ذكره، قل له كلمة حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى الله، وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إلى الله متجردين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. النية، القصد، الإرادة في الدعوة إلى الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. الدعوة إلى الله وخدمة هذه الدعوة، إنفاق الأوقات في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تجتمع بالناس وأن تذكرهم بالله عز وجل، وأن تنصح لهم، وأن تأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة. هذا من أشرف المهمات عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان في طريق الدعوة هو على طريقة الأنبياء والرسل، ولا بد له من صبر ويقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لأن في طريقك إلى الدعوة ثمة عراقيل وصعاب وفتن، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، تبتلى، يبتلك ربي بجاهل، ويبتلك ربي بمتعالم، ماذا تصنع؟ يبتلك ربي بنمام وغتاب، ماذا تصنع؟ تترك الدعوة؟
ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الدعاة، والمشاق التي تحملها عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله شيء عجيب جدا. وفي سبيل الدعوة ليس إلا في مكة وفي المدينة. في مكة قيل عنه الساحر، قيل عنه الكاذب، وقيل عن القرآن الذي جاء به اكتتبها فهي تملى عليه أساطير الأولين، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا يا أيها الساحر، وقالوا إنك لمجنون، وقالوا ائت بقرآن غير هذا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولكن رغم ذلك صبر النبي واحتسب، شتم، ضرب، نفي، طرد، اتهام، فعل كل الأفاعيل، ولكنها دعوة الله عز وجل. لو كانت دعوة البشر مصيرها الزوال، ولكنها دعوة الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن الله لناصري، فقد نصره الله عز وجل وهو يدعو إلى الله. قتل أمنا عائشة، قتل أذكر لك شنهار كان شديدا عليك، أعطني نهار كان قاسي، كان قاسي عليك ياسر. قال نهار ذاك يوم ذهبت فيه إلى الطائف إلى بني ثقيف، قال هذاك هو النهار اللي كان علي الشديد في الدعوة وذهب إلى الطائف، وأهل الطائف فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأفاعيل، ضربوه، شتموه، أدموه، طردوه. وجاء ملك الجبال وسلم على الرسول وقال إن ربك يقول لك في هذه اللحظة الآن، إذا حبيت هذا الجبال اللي راهي دايرة بيهم أطبقت عليهم الأخشبين، دق نطبق عليهم هذا الجبال نردمها عليهم يموتوا، ما يبقى فيهم واحد. هذه دعوة ربي. قال لا تفعل، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابها، وهذو اللي سبوني وشتموني وضربوني وفعلوا بهذه الأشياء، أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكان الأمر كذلك، وما كان يحب أن ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم، وما كان يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وما كان لينتقم لنفسه، إنما همه الدعوة إلى الله. يا محمد تريد المال أعطيناك، تريد الملك ملكناك، إذا كان هذا الذي يأتيك يؤذيك نأتي لك براق يرقيك، تريد الزواج نأتيك بأحسن نسائنا، كف عنا هذا. المساومة في الدعوة إلى الله يساومونه. رفض النبي ذلك، والله ليظهرن الله أمر هذا الدين، وقد أظهره الله عز وجل بتأييد وفضل منه سبحانه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. في عام الفتح جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا،
وأهل مكة امتلكهم الزعر والخوف الهلع، عرفوا باللي اليوم راه جاي وجاي بجيش جرار. لما دخل النبي مكة قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هم لا يستطيعون أن يقاوموا، لا يقدرون. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي كان يهمه الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن تبقى لله، فإن كانت لغيره ستنقطع لا محالة، اليوم ولا غدوة. فنعلق قلوب البشر برب البشر. نهار مات النبي صلى الله عليه وسلم الحالة ظلمت في المدينة واضطربت الحالة، والنبي مات ما مات، النبي مات ما مات. خرج صديق هذه الأمة فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. أربط قلوب الناس مش بالشخص نتاعك، أنت ستزول وتذهب. ولذا نهى الإسلام عن التعصب للأشخاص ولفلان ولعلان، هذا ما ينفع. الذي ينفع التجرد. قال له ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر، يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء. خلاص، إذا قال الرسول يبقى شي كلام لفلان ولا علان ولا زيد ولا عمر. أربط في الدعوة، أربط في الدعوة إلى الله، أربط قلوب الناس برب الناس. هذا الذي نعول عليه. الأذان مرت الحالة بسرعة، الله ما فقتنا أصلا. وكم تنتظرون بعد الأذان؟ الحاج كم الوقت من الأذان إلى الإقامة؟ شحال؟ 10.
طيب هذا الأذان وقد رفع في المسجد وهذه صلاة العشاء، نسأل الله تعالى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة أخرى سائلا مولانا عز وجل أن يمن علي وعليكم بالهداية والتوفيق والسداد والصواب والرشاد. في ختام هذه الحلقة أحرصوا على ما ينفعكم واستعينوا بالله، هذه نصيحتي لكم، وهذا هذا الكلام ده حديث، أحرصوا على ما ينفعكم، شيء لا ينفعكم وش دير به، واستعينوا بالله فهو الذي يوفق، استعينوا بالله، أحرصوا على ما ينفعكم، شيء لا ينفعنا ما ندنا وش ليه أصلا، أوقاتكم ثمينة اغتنموها في طاعة الله، في يومكم وفي ليلتكم لا بد أن يكون لكم شيء مع الله عز وجل، من قرآن، من حديث، من أذكار، من مجالس علم، أحرص على ما ينفعك. ومن حسن إسلام المرء، من حسن إسلامك تركك ما لا يعنيك، يقولوا في الجزائر زائر، يقولوا هذاك، يقولوا هذا كلافة، بني كلافة، تعرفوا بني كلافة هذا واحد كلافة. فمن حسن الإيمان ومن حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك، شيء لا يعنيني لماذا أتكلف، علاش وندخل خنشوشي يعنيني، في ندخل في شيء لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، مجالس فيها خير نجلس، مجالس لا خير فيها لا نجلس، مجالس فيها العلم نجلس، مجالس فيها الغيبة، والله غير فيها الغيبة وفيها الزور، وناس يتكلمون عن ناس لا يعرفونهم، والله ما يعرفون يتكلمون عنهم، إذا بقيت في هذا المجلس إنكم إذا مثلهم. مجالس العلم أجلسوا للتفسير، للحديث، للسنة، للسيرة، أجلسوا، فهي روضة من رياض الجنة. مجالس فيها اللغط، فيها اللغو، فيها القيل، فيها القال، فيها فلان، فيها علان، لا تجلس. أول شيء إذا ما جلست تصاب بمرض في قلبك إذا قعدت تسمع، وإذا قعدت وتقول أنا ما هدرتش، إنكم إذا مثلهم. اغتنموا أوقاتكم في تزكية نفوسكم، اغتنموا أوقاتكم في تربية أولادكم، اغتنموا أوقاتكم في تربية أزواجكم، اغتنموا أوقاتكم فيما يعود عليكم بالخير والنفع في الدنيا والآخرة. هذه نصيحة الخاتمة، ثم إياك وإياك، إياك وإياك أن يذهب بك الوقت وما وظفته في طاعة الله. جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة، ساعة واحدة تمر على ابن آدم ولم يذكر فيها الله إلا كانت عليه تيرة، والتيرة هي الحسرة والندامة. لا تضيع أوقاتكم،
شوف كاين واحد الملائكه ملائكه واسمهم سياحون، يمشوا في الارض في الطرقات. يقول بعضهم ملائكه، يقول بعضهم قلهم هل من حلقه ذكر، كاين شي واحد جماعه ما يذكروا الله وما يحوسوا. بعض من الملائكه يلقوا قوم كما احنا الان هنا، كما الان في هذا المسجد انا نذكر الله. يقول الملائكه يعيطوا لبعضهم يقولوا هلموا لحاجتكم، اروحوا هنا لقينا الحلقه، هلموا لحاجتكم، فياتون ويجلسون ويستمعون. يقول لهم ربي اسالهم علينا. يقول لهم ربي واش خيتهم يديروا؟ يقولوا يا ربي وجدناهم يذكرونك. واش يحوسوا؟ يريدون الجنه، وهل راوها؟ ما راوها. واش يخافوا؟ يخافون عذابك ويخافون نارك، راوها ما راوها. سبحان الله العظيم. حديث طويل، الشاهد منه اشهدكم، ربي يقول الملك اشهدكم انني قد غفرت لهم. بعض من الملائكه يقول له ربي دوكا كاين واحد جايز، هذا اللي جايز ماهوش منا، جا طريق. يقول الملائكة ربي فيهم فلان ليس منهم، بصح كي كان جايز قاعد يسمع، ما قدرش يدخل الجامع بصح قاعد يسمع. فيهم فلان ليس منهم. يقول لهم ربي الملائكة وله غفرت. العلماء اللي تكلموا في الحديث هذا قالوا هذه هي الصحبة التي ننتفع بها، أولئك القوم لا يشقى جالسهم. خير مع من تجلس، مع من تهضر، مع من تمشي، مع من تسافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا، لو كنت متخذا، ولكنه هو خليل الله. بالمناسبة نعطيكم فائدة، الناس كيحبوا يثنيوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، ويقولوا حبيب الله. بالنسبة إليهم حبيب الله هي أعلى درجة دها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطأ. النبي عنده درجة أفضل وأكبر من حبيب الله، خليل الله. وهذه الدرجة تاع الخلة داوها زوج من الأنبياء فقط، اداها إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، واداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليل الله. قالوا لو كنت متخذا في الناس خليلا، لو كان يكون عندي فيكم خليل من الناس. تعشكوا قال النبي، قال لكان أبا بكر خير. لأن الخلة قادر إذا كانت خلة طيبة تنتفع بها يوم القيامة، وإذا كانت ماهيش طيبة تخسر يوم القيامة. شوف تنتفع بها، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. كل خليل لخليله عدو، إلا الخلة والمحبة التي كانت في جنب الله ينتفع بها العبد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وكاين خلة وصحبة، أباك يوم القيامة واحد يقول صاحبي، يقول له على جالك وش داني نتبعك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وبعدين يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. علاه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وكي تروح، او كاين واحد المروح راك ما توليش، نهار تروح راك تخلي كلش موراك وتدي معك غير الصح، تدي معك هذه الحلقة، تدي معك صلاة العشاء، تدي معك القرآن،
الصيام تدي معك عمل صالح، الباقي تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، خلي كلش من لور وذهبت إلى الله. لما يحطوه في قبره، هو مؤمن نعم مؤمن، يحطوه في قبره، تأتيه الملائكة من قبل رأسه، ما تقدرش تدخله، على صلاته قرآنه، تأتيه الملائكة من قبل يمينه الصلاة، من قبل يساره الصيام، من عند أقدامه العمل الصالح، من وين تدخل عليه الملائكة؟ فلا قبل لهم به. وكي يكون في هذه الحفرة، وبك هذه الحفرة فيها هموم وغموم، ورب نورها على المؤمنين، اللهم نور علينا قبورنا، وخاوتنا اللي راهم في قبورهم الله ينور عليهم قبورهم. ولهذا الميت ما نعكسوش الأمور، الميت ينتفع بدعاء الحي. أنت كي تحب تدعي ما تروحش للميت تدعيه وتخليه رب العالمين، لكن راهو المقبرة سلام عليكم على الديار من المسلمين المؤمنين، أنتم سلفنا ونحن على الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله الموتى، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالموتى ينتفعون بدعاء الأحياء، الموتى المسلمين. وهو في قبره يخرج له واحد شخص يسطع بالنور. تخيل انت مهموم ويجي واحد منور ما شاء الله ويزيد يهنيك، واش يقول لك؟ يقول لك ابشر بس كلمه ابشر، ينشرح لها الصدر وكلمه تطمئن لها النفس، ابشر. يقول له المؤمن بشرك الله بالخير، من انت؟ قلت لي ابشر. بشرك الله بالخير، من انت؟ شيخ أنا عملك الصالح. ولمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه مر بقبرهم، قال ماذا تفعلون؟ قالوا قبر نحفره يا رسول الله، نحضره. شاف النبي قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا زادكم لمثل هذا. وقيل لعثمان تسمع لا تبكي، وإذا ما رأيت القبر بكيت، قال إن القبر أول منازل الآخرة. هل من زاد النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها؟ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والرحمن ناشيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. ابني دارك مع الشيطان، عد إلى رشدك، ابني الدار دائما، الدار هذه والعقار هذا لأيام معدودة، ابني الدار واعمل لدار غدا. والقبر كي يموت واحد يقول فلان الداوه إلى مسواه الأخير، ماشي هذاك المسوى الأخير، المسوى الأخير يوم القيامة. أما القبر هذه مرحلة نقضيها في قبورنا، الحياة البرزخية، ولكن سنخرج من قبورنا وبعد الحساب وبعد كذا. قال وأنذرهم يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو المثوى الأخير، الجنة. إن شاء الله ربي ساعدنا وإياكم بالجنة، أسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار.
في هذا القدر كفاية، ومن الله العظيم الكريم الهداية. قبل أن نختم الحلقة، إذا قلت هذا الدعاء ستحصل على مشي 1000 حسنة، ومشي 2000، ومشي 10,000، ستحصل على الملايير من الحسنات في دعاء وفي كلمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر لمؤمن، استغفر له، استغفر المؤمن ولا مؤمنة، كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ايش معنى تستغفر؟ تقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نسقسيكم، كم عدد المؤمنين والمؤمنات؟ وزيد نحسب المؤمنين والمؤمنات من أبينا آدم إلى شيخ الأنبياء نوح، إلى الخليل إبراهيم، الرسل الكريم موسى، روح الله عيسى، خاتمهم، سيدهم، إمامهم، البشرية من المؤمنين والمؤمنات. والمؤمنين والمؤمنات فيهم الأحياء وفيهم الأموات. فإذا استغفرنا لمؤمن ومؤمنة كان لنا بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد الحسنات؟ يا خيرك يا ربي، لا إله إلا الله، ولكنها الغفلة. واللي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة في اليوم ولا في الليلة أعطاه الله 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة، ولكنها الغفلة. الذكر، الذكر، عيش مع ربي. ذكر حاجة، ذكر هذا حاجة أخرى، حاجة الذكر هذا شيء باب آخر قاعد تعيش فيه مع الله سبحانه وتعالى. ولي عند لا أدعو لكم الآن بدعوتين. الدعوة الأولى، بس الله أن يجيبنا فيها، إذا كان يوم القيامة أسأل الله أن ترد على حوض رسول الله وتسقون من حوضه الشريف شربة ماء لا تظمأون بعدها أبدا. قولوا آمين. والدعوة الثانية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمكم من النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. خاطش في الجنة، في الجنة ربي يقول لهم أعطيكم شيء، هم في الجنة يقولوا: يمنت كتابنا، يسرت حسابنا، أدخلتنا الجنة، بيضت وجوهنا، أعتقت رقابنا، سلمتنا، أعطيتنا من كل ما سألناك ربنا. قل لهم ربي: في شيء آخر، في شيء آخر، في شيء آخر. يكشف ربي الحجاب عن وجهه فيراه أهل الإيمان: وترى ربك الذي كنت تعبده تراه ببصرك يوم القيامة. وتقرأ: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتقرأ من سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى، هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. خشكي الناس لا يرون الله يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فاللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم.